ثلاثة ديال ثلاثة الحبات يعني 3 دي اللي بغاهم بثلاثة بروموسيون فيهم. انا نشوف لكم شحال الثمن. هذه بروموسيون ديالها اللي هو 10500 درهم، هذه ب 10500 درهم كانت ب 11500 دابا 10500 درهم اللي هي مليون و 10000 ريال. الدوره 18 فيها 10500 درهم اللي هي مليون و 10000 ريال. هذه اللي جا لها الاول بالصحه والراحه 10500 درهم اللي هي مليون و 10000 ريال. مليون و 10000 ريال عندي هذه فيها بروموسيون غزاله كتشوفوا ديال 3 دي الصح والعمال، شي حاجه غزاله وفينيسيون واعره. 10500 درهم اللي هي مليون و 10000 ريال، 1050 اورو، 1050 اورو. هذا الموديل هذا اللي غزا ثلاثة اللي بغاس لي الصح والعمال، اللي عجبهم يدير لهم سكرين ومرحبا. وبروموسيون الثانيه اللي هي هذه اللي كانت ب 13000 درهم ديال شانيل، دابا الثمن ديالها اللي هو 11000 درهم. 11000 درهم هذا الموديل هذا اللي كتشوفوه ديال شانيل، 1100 اورو تقريبا، 1100 اورو ديال شانيل اللي هي 11000 درهم، مليون و 20000 ريال. كيجيو ثلاثه هنايا ويلاه الدويورات اللي فيهم الحجيرات. هذه الثمن ديالو اللي هي 11000 درهم، مليون و 20000 ريال. مليون و 20000 ريال كتجي خطيره في اللبسه، اللي بغى يدير لها سكرين ومرحبا. 11000 درهم اللي هي مليون و 20000 ريال، اللي عجباته يدير لها سكرين ومرحبا. هذا 11000 درهم اللي هي مليون و 20000 ريال اللي جلال الاول بالصحه والراحه. هذه ديال شانيل الغزاله، شي حاجه اخر ما يكون في لي موديل. هذه هي 10000 11000 درهم، مليون و 20000 ريال. ومخلي بغيتو البواطات نعطيوكم البطاطا تتشبعوا. مرحبا بكم على الراسي. كاين هذا الموديل هذا الثمن ديالو اللي هو 9800 درهم، 9900 درهم، 9800 درهم اللي هي 196000 ريال. 196000 ريال كيجيو ثلاثه، ثلاثه ديال اللي بغاس لي هكا، فيهم ثلاثه اللوينات، واحد في الصفر واحد في البيض واحد في الغوز. الثمن ديالهم اللي هو 9800 درهم، 980 اورو، 980 اورو. اللي بغاهم يدير لهم سكرين ومرحبا. 9800 درهم ثلاثه غزالينا كيفاش كيتحلوا الطريقه. 9800 درهم هي 980 اورو كيتلبسوها هكا غزيولين، شي حاجه صحيحه وفني. هنا 9800 درهم هي 980 اورو. سلام، انا بغيت سنتنا مرحبا اختي منى، دخلي غير الواتساب حقاش ديجا اللي كيدخل الاول هو اللي كيدير الحاجه. 9800 درهم هادو ثلاثه صحيحين ودقيقين. 9800 درهم هي 980 اورو، 980 اورو اللي بغاو يدير لهم سكرين ومرحبا. 9800 درهم. راني ربحت مسابقه وغادي تعطيني البواطه عليها جيت دابا. مرحبا اختي ماريا على الراس، اللي بغيتيها بواطه عامره ولا خاويه اللي بغيتيها نعطيوها لكم، كاينش لي مشكل. ما حالكم هذا اختي ماريا، راكم موالين المحل ان شاء الله. كاينين هادو اللي بثلاثه، هادو ثلاثه ديال اللي بغاصلي الثمن ديالهم اللي هو 9500 درهم. ثلاثه ديال اللي بغاصلي 9500 درهم، بوحدتكم في حدود 600 درهم. خميسه ديال الهبه ديال البنيتات، ديال البنيتات الصغار ولا الوليدات، 9500 درهم. ثلاثه ديال اللي بغاصلي بروموسيون، حتى هما هذه الشرت الثالثه اللي كنوريها لكم. 9500 درهم اللي هي 950 اورو. ثلاثه ديال اللي بغاصلي كيجيو على هذا الشكل، الحله ديالهم على الطريقه كتا كتحلي هاد العيبات، عاد كتحلو البغاصليات، شي حاجه غزاله اخر ما يكون في الموديلات ديال لانفيني. 9500 درهم اللي هي 950 اورو. هادو باش كيعجبوك بانك من تسديهم كتسمعي الطاق ديالهم وتسدي هادي، يعني ما عندهمش المجال فين يتحل لكم. واسي مرا عطيت لي مرحبا، حنا ربحناكم كاملين، ربحناكم ابار لي كادو ولا دار، ربحناكم نتوما يا اللي ربحناكم كعائله ديالنا، الله يحفظكم الله يسهل عليكم. 9500 درهم اللي هي 950 اورو. 9500 درهم داك اللي بغيتي دير فيها الشيبه يابسه، الشيبه يابسه. مرحبا لاله ماريا. 9500 درهم اللي هي 950 اورو، 190000 ريال، 190000 ريال. اللي بغا يدير لها السكرين ومرحبا. واللي بغات تشريتلا اللي كانت بمليون و 10000 ريال، اليوم اللي دايره ب 9500 درهم، اللي جالها الاول بالصحه والراحه، الثمن ديالها اللي هو 9500 درهم، 190000 ريال. خطيره هاد تشريتلا، يعني عاطيه للعين، وحتى القياس ديالها كبير برين، الناس اللي يدهم وافيين. الثمن ديالها اللي هو 9500 درهم، 950 اورو اللي هي 190000 ريال. خطيره هاد تشريتلا، ما فيهاش بعدا الحجر بزاف، يلاه شي شويش هنايا. الثمن ديالها اللي هو 9500 درهم، 190000 ريال. بروموسيون واعره، بلاصه ما دي شرت لها مليون و 10000 ريال، اليوم غير ب 9500 درهم، ناقصك 1000 درهم شري بها حويلقات ولا خويتم. فوزيتو سي محمد، حنايا في مدينه مكناس، الله يحفظك مرحبا بك. 9500 درهم اللي هي ب 190000 ريال، 950 اورو. ثلاثه ديال اللي بغاتلي خطيرين بثمن جد مناسب ان شاء الله. يلا اللي بغى شي حاجه يسكرينيها ومرحبا. اللي بغى ثلاثه البغاصليات كانوا ب 8500، اليوم غير ب 7500 درهم، دوره 21.
دورة 21 ب 7500 درهم، يعني الثمن راه ثمن جد مناسب وفي متناول الجميع. 7500 درهم اللي هي ب 150 الف ريال، 750 اورو، 750 اورو هذا الموديل ثلاثة ديال اللي بغاصلي الدورة 21، يعني قياس 21. الناس اللي كتلبس ال 21 راه الثمن ديالها اللي هو بروموسيون 7500 درهم اللي دخلها الاول بصحة وراحة. ايكو بارطاجي معنا، الله يحفظك اللايف، تحية ليك. 7500 درهم اللي هي 750 اورو، راه بروموسيون غزالة. يلا ما تنساوش، ما تنساوش، راه كاين الربح ان شاء الله. ومرحبا بالجميع. كاين هاد البغاسلي اللي حليل لو كيجي هكا غزال ورائع في اللبسه ديالو، شي حاجه ملكيه. هادي الثمن ديالها اللي هو اللي هو 9500 درهم، ولكن بغاسلي بعدا تقيل، تقيل بعدا لونسومبل ديالها ب 14000 درهم، ولكن غير بغاسلي بوحدو هو اللي تقيل. والله كنبارطاجي غير السمعه ديالك طيبه ومعقول في التعامل. والله الله يحفظك اختي هبه رفيق، تحيه ليك ومرحبا والف مرحبا بك، ربي يخليكم. راه المعقول اللي دايم، اللهم لك الحمد. الثمن ديالو اللي هو 9500 درهم، 190000 ريال، 950 اورو. اللي عجباتو من ديرو السكرين ومرحبا. هذا بغاسلي خطير، كيجي هائل وزوين وثمن جد مناسب، 9500 درهم. لاله لطيفه تحيه ليك، مرحبا لاله رجاء، توب دو توب، شكرا لك بزاف ومرحبا والف مرحبا بك. راه دائما حنا كنجيبو لكم غير مليح ان شاء الله، وكلشي ينال الاعجاب ديالكم. بالنسبه للشرطه الثالثه، الرابعه، اسمحوا لي، الرابعه ديال شانيل، شانيل اللي ما فيهاش الحجر وصحيحه، ولا ليونس هو صحيح فيها. انا جبتها لكم ها هي، هذه اليوم الثمن ديالها اللي هو 12000 درهم بلس 13000 درهم. اليوم راه الثمن ديالها اللي هو 12000 درهم، هذه الثمن ديالها اللي هو 12000 درهم، مليون و40000 ريال. ولكن شوفوا كي دايره، يعني مغلفه من لهنايا الصح والعمال. الحله ديالها اللي ما حليتيش بركتي على البطونه ما تحلكش، انا اوريكم غير واحد، خصك تبركي له على البطونه عادي تحل على هذا الشكل هكا. الثمن ديالو اللي هو 12000 درهم، مليون و40000 ريال. ثلاثه د البغاصليات كدي الصح والعمال، شي حاجه ما فيها لا حجر لا والو، اوروميه. هذه الثمن ديالها اللي هو مليون و40000 ريال، ثلاثه د البغاصلي خطيرين. الله يحفظك السي اديب يوسف، تحيه ليك، الله يعز بيك، الله يحفظك. اوك احمق هذا البراسلي، الله يحفظك اختي تسنيم، شكرا لك. لاله سميره، ام هبه مرحبا، انا نعطيكم لي بخي. لاله كنوز، ام اسراء، رب الرعم مع وسيم، الله يحفظك ام اسراء، تبارك الله عليك، كلشي كيحمق، الله يجيب الرزق يا ربي امين، الله يعطيكم شي رزيق ساهل ماهل ليكم كاملين. سير خويا تبارك الله عليك، ممكن توريني السلسله ديال السميه؟ ما عنديش اختي فاطمه دابا، ولكن غنصوبوها سيكم وتغداو بعدو، وداك الساعات الا بغيتي شي حاجه مرحبا. هذا الثمن ديالها اللي هو مليون و40000 ريال، مليون و40000 ريال هي 12000 درهم اللي جا الاول بالصحه وراحه غزاله والصح من ناحيه ديال الصح، كنعطيكم حاجه صحيحه. كاين هذا ديال ليبول، هذا شي حاجه خطير، هذا قال لك زين ومسرار. كي كتشوفوا على هذا الموديل، هذا فيه 1 2 3 4 5، 5 ديال اللعيبات هنايا ديال هذا السمطه ديال ليبول. هذا الثمن ديالو اللي هو 9500 درهم، ولكن كتلبسي المليح 9500 درهم اللي هي 950 اورو، 190000 ريال. لاله خديجه يا ربي امين، الله يعطينا شي رزيق كامل على قد النفع لنا ولجميع المسلمين ان شاء الله. 9500 درهم اللي هي 950 اورو، 950 اورو كيجي خطير وزوين وثمن جد مناسب. 9500 درهم اللي هي 190000 ريال، اللي بغى يدير له سكرين ويتواصل معنا سير واتساب، هذا راه بروموسيون واعره فيه، اللي بغى يدير له سكرين ومرحبا. بالنسبه لواحد الموديل اللي كان عندنا ب 10500، هذا الموديل هذا الثمن ديالو اللي هو 9000 درهم، هذا بلاصه 10000 درهم، دابا الثمن ديالو اللي هو 9000 درهم، 180000 ريال. ثلاثه ديال اللي بغاصلي ب 180000 ريال، هي 900 اورو، 900 اورو هذا الموديل. اللي بغاهم يديرهم سكرين ومرحبا. الله يحفظك اختي ساره، شكرا لك بزاف. لاله فاطمه، لاله ام ريتاج، مرحبا، تسالوا كل الخير، مرحبا بكم لاله فاطمه، الله يحفظك. 9000 درهم هادو ب 180000 ريال، ثلاثه ديال اللي بغاصلي، اللي بغا بغا غير واحد راه كيطيح لكم ب 3000 درهم، هذا غير واحد كيطيح لكم 3000 درهم اللي هي 900 اورو. اللي بغى يدير لها سكرين يتواصل معنا سير واتساب ومرحبا. 9000 درهم اللي عجباتو يدير لها سكرين ومرحبا. هادو غزالين هاد لي موديل، زعما شي حاجه زوينه تلبسيها حتى ديما وروميه، شي حاجه ديال ديما. 9000 درهم اللي هي 180000 ريال، 900 اورو. يلا اللي بغى شي حاجه ما عليه غير يتواصل معنا سير واتساب 06 52 15 169 69 ومرحبا. 9000 درهم اللي هي 180000 درهم، 180000 ريال. اللي بغا يدير السكرين ومرحبا. بغاسلي مسمار كاينه لاله، نوريكم بعدا لا بروموسيون اللي عندي الثانيه، تا
الثانيه هي ان عندنا بغاسليات اللي على الاشكال هادو اللي غنوريهم لكم دابا، يعني الثمن ديال هاد السيمانه ان شاء الله هنا الاعجاب ديالك. كاينه لا عندنا هاد البغاسلي الاول اللي هو 2500 درهم بلس 3000 درهم اليوم كدي غير 2500 درهم هي 250 اورو 50000 ريال. هذا غير بغاسلي واحد كيجي زوين اليونس فيه صحيح الدوره 18 19. 2500 درهم هي 250 اورو 50000 ريال. هذا اللي بغاه ما عليه غير يتواصل معنا سير واتساب 06 52 15 78 69. هذا هو رقم الهاتف ديالنا. 2500 درهم هي 250 اورو اول بغاسلي في لا بروموسيون تا هو دايز. كاين البغاسلي الثاني اللي هو هذا 3000 درهم كيجي على تشكيله هكا فيه بحال قلتو مسيرتي كامل بالحجر لهنا فيه الغوز والبيض والصفر. الثمن ديالها اللي هو 3000 درهم 3000 درهم 60000 ريال. ومدام دوماج تو جولي مي جابيت با او ماروك. مرحبا ومدام هشام اللي دخلتي للمغرب على الراس والعين، اجي المحل محل كذا. الثمن ديالو اللي هو 3000 درهم 60000 ريال. بغاس اللي كيجي زوين على الصح هكا شي حاجه الصح والعمل ها كيفاش كيتحل كتبركي له على هاد البطونه حتى هو 2500 3000 درهم 60000 ريال 60000 ريال. راح تنجي للبلاد ونشطرق للمحل ان شاء الله تما غنشوف واش تعامل لينا حتى هنا دائما تخفيض. الحمد لله الناس اللي جاو العام اللي داز قالوا لنا نفس الهضره وجاو الحمد لله لقاو داكشي كيف بغاو. الثمن ديال هادو اللي هو 3000 درهم هذا ب 60000 ريال هي 3000 درهم 3000 درهم ياد. اما هذا راه الثمن ديالو اللي هو 3300 درهم المليح شي حاجه فيها ليبول من هنايا يعني ها انتم كيفاش كتشوفوا هاد ليبول راه كيدورو. الثمن ديالهم اللي هو 3000 درهم 3300 درهم 66000 ريال كتجي بحال قلتو الفراشه هنايا 3300 درهم كيجي على شكل بغاسلي غورميت وباش مزينينو لتحت ديالو بانه دايرين له بحال هاد الفويريشه وريضه. هادو غزال هاد الموديل هذا الثمن ديالو اللي هو 3300 درهم. الله يسهل. مرحبا اختي ساره على راسي وعينيه الله يحفظكم. 3300 درهم هي 66000 ريال كتحل على الطريقه هكا يعني ما تخافيش من يتهرس راه فليكسيبل وشي حاجه اللي زوينه الصح والعمل. 3300 درهم هي 66000 ريال 330 اورو غزال هاد الموديل اللي بغا يدير له سكرين ومرحبا. كيفاش كتشوفوا هادو راه نفس الموديلات كيف كتشوفوا هذا غير هو فيه خمسه صفوفه وهذا خلاص راه فيه موديل واحد. هذا الثمن ديالو اللي هو 3300 درهم راه برا. هذا الثمن ديالو اللي هو 4700 درهم 94000 ريال 4700 درهم اللي هي 470 اورو اللي عجباتو ديال السكرين ومرحبا. لا لا الما انا غنوريكم هاد الشريط لا غنعطيكم الثمن ديالها 4700 درهم اللي هي 94000 ريال 470 اورو. ها هي كيفاش كدور هاد اللعيبه 74000 ريال شي حاجه موديرن الصح والعمل. وبالنسبه لهادي راه خميسه عندها هنايا وبلاصه الحلات هي هكا واسي مورينا البي صيفط لك شحال من مره مجاوبش. مرحبا اختي طريقه هدايا على الرسول يعني هادي كتحل هكا بهاد الطريقه يعني ما تخافيش واخا تكون اليد كبيره فيها بلاصه زياده او نقصان. 4700 درهم اللي 94000 ريال 470 اورو كيجي غزيول والصح والعمل. 4700 درهم اللي 470 اورو. اما بالنسبه للثاني ديال الكليو اللي باقي لنا غير واحد منه راه هو الثمن ديالو اللي هو 3300 درهم كيجي غزيول كيتحل على الطريقه هكا هكا كيتحل 3300 درهم اللي 66000 ريال 330 اورو 330 اورو اللي بغا يدير له سكرين ومرحبا. 3300 درهم هي 330 اورو تقريبا 66000 ريال. اما بالنسبه لهذا راه الثمن ديالو اللي هو 3300 درهم 66000 ريال 330 اورو. سي ايوب مرحبا. 3300 درهم هي 66000 ريال شي حاجه زوينه وبلديه على شكل نباله. الثمن ديالها اللي هو 3300 درهم هي 3300 درهم. هذا غير باش نقول لكم هذا من بعد الا بغيتي تكملي جوج ديالو راه ممكن. 3300 درهم هي 66000 ريال 330 اورو الصح والعمل شي حاجه ديال الدوام 3300 درهم. قالت لك خالتي سعاد الله يعطيك الصحه راك في مساء الله يحفظك خالتي سعاد الله يكبر بك والله يعطيك شي حجه الله يسهل عليك. كاين موديلات واحد اخرين سمحوا لي غنوريكم شنو نوريكم قلتوا لي بغيتوا البايل. كاين النبالات كاين هذه اول نباله اللي عندنا هي زوينه سما خويا شحال هذيك اللي فيها خميسه ديال الليبول هذه اللي فيها الخميسه ديال الليبول والله ما بنت لي بنت شي وحده. هذا الثمن ديالو هو 3300 درهم كيجي على شكل هكا نباله كيجي غادي هكا غليل من لهنايا ومن هنا اللور راه ديالو رقيوق. هذا الثمن ديالو اللي هو 3300 درهم هي 66000 ريال 330 اورو بوندونتيف غافينيتي عافاك شحال واخا اختي احلام انا نبدا نقول لك شحال الثمن ديالها 3300 درهم هي 66000 ريال 330 اورو. يلا كيجي مسيغتي بالحجر هنا 3300 درهم 3300 درهم هي 66000 ريال 330 اورو. اما بالنسبه للنبالات اللي ما فيهمش حجر هادو هما اللي كيقولوا لهم تخرا هادو الثمن ديالهم كيف كيجي كيجي على شكل لوزه من هنايا. الثمن ديالو اللي هو 5500 درهم 110000 ريال وكيجي من هنايا مخرم يعني شي حاجه زوينه وهائله وخدمه نقيه بزاف 100%. الثمن ديالو اللي هو 5500 درهم 110000 ريال هذا كتلبسيه كتحسي بشي حاجه واعره زوينه وثمن جد مناسب حتى هو
اللي بغا يدير لو سكرين ومرحبا، هذا بالنسبه راه كيتلبسها في الحضور، هذا في الحضور شي حاجه غزاله سيو باغي. ايه هي لا انا احنا ماشي في باغي، احنا في مكناس برج مولاي عمر المغرب، الثمن ديالو اللي هو 5500 درهم، 5500 درهم الاناقه والجمال ديال هذا البغاصلي اللي بلدي ومغربي، الثمن ديالو اللي هو 5500 درهم 110000 ريال، 550 اورو. كيجي بغاصلي بلدي يعني البلدي لا يعلى عليه، واخا يدخل الموديل اللي دخل كيبقى البلدي بلدي، الثمن ديالو اللي هو 110000 ريال 550 اورو. هذا تخرام موديل زواقه بلديه، احنا كنعرفوا لكم بالمنتوج المغربي ان شاء الله يخرج لجميع البلدان ان شاء الله. كاين هذا الموديل، هذا بلدي حتى هو 100%، الثمن ديالو اللي هو 5500 درهم اللي هو 110000 ريال. كيجي من هنايا على شكل هاد الزواقات اللي تخرام، كيقولوا لهم الثمن ديالو اللي هو 5500 درهم 110000 ريال اللي هي تقريبا 550 اورو. كيجي هكا على التشكيل زوون، هذا نباله يعني هذا كيتلبس غير واحد ماشي ثلاثه منه ولا جوج مثلا. هذا راه من بعد الا بغيتي ب 3300 درهم، الا بغيتي ثلاثه تكملي واحد بواحد راه مرحبا. الثمن ديال هذا 5500 درهم. الحله ديالو كيفاش كتبان؟ يعني حتى كتبركي على هاد البوطونه، اول حاجه بعدا ملي كتسديه خصك تسدي موراه هاد السداده هاد باش هكا تبقاي مهنيه. خويا عماد تحيه ليك، الله يحفظك اخويا الحبيب، ما عرفتش قلتي لي مصر، كنت نهار سمعتك، تحيه للناس مصر اخوتنا وحبابنا الله يحفظكم ان شاء الله. باغي نيويورك بوكوا با، علاش لا 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 ورده ان شاء الله نسافروا حتى لعندكم. ويلي ويلي شكال داك الساعات. الثمن ديالهم اللي هو 5500 درهم 110000 ريال. يلا بارطاجيو معنا، شكرا لكم بزاف، مرحبا بكم. بالنسبه لهذا راه منتوج مغربي يعني ديال المغرب، هذا نعطيكم انا نزيد نوريكم موديلات اللي كيكونوا ديال تركيا تقريبا، انا نوريكم ديال تركيا وديال المغرب. مثلا هذا ديال لا تورك، هذا لا فينيسيون باش تكونوا عارفين البلدي كي دايروا خدمه مغربيه كيفاش دايره. الخدمه ديال تركيا هي هذه، انتم يعني كيفاش كتشوفوا يعني شي حاجه غزاله. تركيا كتكون معروفه بالثمن زايد، يعني شي حاجه زوينه حتى هي، والفينيسيون داب 18 غير هو كتلقاه فينيسيون زوينه. هذا تقريبا ديال تركيا يعني شي حاجه زوينه، كتلقاه في البري ديالو الاغلبيه كتلقى طالع في الثمن، كتلقى لابسه الموديل الاغلبيه. هذا الثمن ديالو اللي هو 9500 درهم، هذا راه قلت لكم الثمن ديالو قبيلات، الثمن ديالو اللي هو 9500 درهم. هذا الثمن ديالو اللي باش نقول لكم تقريبا الغرام باش كيمشيو، هادو كيمشيو ب 450 درهم ل 500 درهم للغرام، وهادو كيمشيو تقريبا ب 380 درهم للغرام 420 درهم للغرام، فهمتوا؟ هذا هو الثمن ديالهم، فهمتوا؟ يعني كدي حاجه مزيان، هذا هو الفرق، هادو واصلين ل 500 درهم 450، وهادو الثمن ديالهم اللي هو 380 420، على حسب كل حاجه والفينيسيون ديالها. هادو الثمن ديالهم، هذا منتوج مغربي وهذا منتوج ديال تركيا، تلقايهم في نفس الكغاماج، تلقايهم فارقين ب 1000 درهم. هادشي باش تكونوا عارفين كاملين، وتدي معاك ايكو ضروري، ايكو ان شاء الله في تركيا غندي معايا، تمشي معايا خا ايكو لتركيا. لا يلا صاحبي الله يحفظك، الله يلا معاك بالصحه. البيع على حسابي هادي. فو بارلي تري تري فيت باسكو لا لا سام باسكو لي بوكو دي شنو كاين منتوجات، بوكو دي زارتيكل بور ندوزهم كاملين، خصني ضروري نهضر بلو فيت تري تري فيت تو سي بوركوا سي سا كو سا لا لا سام. مرحبا، واش بغيتي تحيد شي وحده دارت البارطاج لواحد ليست في باريس؟ اي خلاص راه حنا وصلنا لباريس، وصلنا نيويورك الحمد لله، اللهم لك الحمد. المهم اللي عجبته اي حاجه، انا وريتكم الفرق بعدا بين هاد لي موديل هادو. وبالنسبه في المغرب عندنا حنا عاوتاني غافينيت، عندنا هاد الموديل دغافينيتي اللي كيجي حليل اللو في اليد، يعني كتلبسي شي حاجه زوينه. هادو موديلات دغافينيتي شركه عندنا في المغرب، شي حاجه زوينه كدير الموديل ويمي كوم ميم لو او هذا كتبين لنا الكلمه كامله، حنا مصابغ غير يكملنا بعدا الجمله، عاد غنقراو هذاك اللي كتبتي شنو كتبتي هنا، ومي كي كوند ميم شنو هي كوند ميم بارتيج معكم. ها انتم هادو ب 4000 درهم، هذا غافينيتي شركه مغربيه ديال المغرب، 4000 درهم اللي هي 80000 ريال. شوف كنعرفوا الجميع المنتوجات، هذا الثمن ديالها نشوفوا هادي هادي لا 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 هادي واش غافينيتي حتى هي 3000 درهم اللي هي 60000 ريال. لا 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 كتب الميساج ديالك و باش نشوفوا الميساج شنو هو، راه ما عرفتوش شنو هو. سي اليغون، شنو هي سي اليغون؟ باينه عيرات باينه، شنو هي سي اليغون؟ ما قريتش الفرنسي، قريت الانجلي. هذا الثمن ديالو اللي هو 5500 درهم 110000 ريال اللي هي 550 اورو. هو سي من الفرونسي، راه حنا كنتسجلوا معاهم بالفرونسي. 5500 درهم اللي هي 110000، والله الا تعلمنا شي كلمات بعدا. 5500 درهم 110000 ريال 550 اورو. وبالنسبه لهذه ديال الودعه، ياك هكا كتقولوا الودعه الودعات الوداع، هذه الثمن ديالها 1200 درهم 24000 ريال،
24000 ريال هي 120 اورو تقريبا. هذه ديال الوديعه اللي هي 24000 ريال 120 اورو اللي عجبته سيفوتادور بيتي في الله يحفظك اختي سما. كنضحك معك انا، راه كنضحك معك فهمتي. قلت لك كنضرب الزربه، راه كتفهميني شنو كنقول واقيلا بالعربيه ياك، راه كنضرب الزربه داكشي علاش عندي بزاف ديال لي زارتيكل انت يعني عندي هنايا بزاف وهنا بزاف، يعني خصني ضروري باش نوريكم كلشي. انا قلمرضي الله يحفظكم الله يسهل عليكم، انا كنضحك معكم. هذه 1200 درهم لي 24000 ريال 120 اورو اللي بغى يدير له سكرين. مرحبا، يلا بارطاجيو معنا اللايف ونكمل لكم لي غادكو. راه عندي شي حباس مازالين ليا براسليات انا ديما اللايف طيارك توب. الله يحفظكم والله الا بيكم، هذاك الشيء اللي كنضحكوا معكم وصافي راه غبنا نفوش شي شويه. كاين هذه فيها 7.8، الثمن ديالها اللي هو 2880 درهم. ها نتوما يعقلوا باش تكونوا عاقلين تعقلوا على لي بري. مرحبا بكم. 2880 درهم، 2880 درهم غادكو فيها الكراماج اللي هو 7.8، الثمن ديالها اللي هو 2880 درهم. اللي عجبات يدير لها سكرين ويتواصل معنا سي واتساب. ومرحبا، مازالين عندي 7 د الحبات، ديجا كانت عندي 30 حبه دابا اللي جاو من الاول بالصحه والراحه. هادشي اللي باقي ليا باش السيمانه الجايه غندخلوا التقيل ان شاء الله. 2880 درهم اللي بغا يدير لها سكرين ومرحبا. ها الكراماج ها هو فيها، ها الثمن ديالها 7.8، الثمن ديالها اللي هو 2880 درهم اللي جا لها الاول بالصحه والراحه. وسيم غاتسكت لينا القلب بهذا الشيء ما شاء الله. والله الا مرحبا اختي رجاء الله يحفظكم باش ناخذ راتكو. ها اخي انا كجمع. مرحبا اختي، اختي هبه مرحبا، راك كلشي موجود عندنا. كاين هذه اللي فيها 7.4، الثمن ديالها اللي هو 2750 درهم. هذه الثمن ديالها اللي هو 2750 درهم، 275 اورو ياك. 2750 درهم، 2750 درهم، انا غنقول لكم غير بالدرهم ديجا بالريال دابا راه كيتلفوا لي. 2750 درهم خويا ايوب، ها انت الكراماج راه كلشي كنعطيه. 7.4 هذه اللي فيها 2750 درهم. هذه الثانيه، الثانيه رادكم انا نعاودكم في الاخر، انا ندوزكم كاملين ديجا باقيين لك عندكم 6 ولا 7 د الحبات اللي مازالين. كاينه هذه ب 3300 درهم، هذه فيها 8.7، 3300 درهم هي 66000 ريال. هذه 3300 درهم هي 3300 درهم. الله يحفظك اختي هبه وتحيه لكم كاملين. الله يلا تحيه لخوتنا اللي في المغرب والناس اللي خارجين المغرب، الله يسهل عليكم كاملين وتجيو تشريو عندنا ان شاء الله. هذه 3300 درهم هي 3300 درهم، 66000 ريال، 330 اورو. انا راه كنقول لكم بكل لغاتي يعني زعما كلشي يفهم، انا كنت كنفهم حتى الشلحه والله تنقولها لكم. 33000 ريال بزاف الناس راه ما كيفهموش وقيله العربيه، غنقولها لكم انا ما عارفش ما كنعرفش نهضر بها. هذه 3300 درهم هي 3300 درهم. الاسيد قفيغي وكاينه هاد لا غورميت ديال لا، الثمن ديالها اللي هو 3450 درهم، 3450 درهم. لا اختي كون الجبيل عندنا باش ما يبقاش ينقرع عليك، لا وصلتك شي حاجه يبقى يقول لك لا ماشي هكا باش نجيبيه لينا. مرحبا به على الراس والعين. على الراس والعين، مرحبا مرحبا بكم. راه ضروري اي واحد اختي ما عمرو تقدم للانترنت ضروري كتلقى متخوف، ولكن الحمد لله الناس راه مازال كتفهم. هذا ب 3450 درهم اللي هي 9.3 غرام، الثمن ديالها اللي هو 3450 درهم. اختي فضيله حيدي غير الزيرو من لهنايا، مثلا هنا 3450 درهم حيدي الزيرو هي 345 اورو تقريبا. هذا بالتقريبي كنعطيكم، اللي بغى اي حاجه مرحبا والف مرحبا به يتواصل معنا على سير واتساب 0652151769. وراء الارقام دائما ايبانغ ليا لكم في لاباج. ومرحبا بالجميع، دائما معكم وسيم من مجوهرات السلام. بالنسبه لهادو ديال اش كيقولوا لهم، انا جبتكم منهم ديال لويس، ها هما لقيتهم انا جبتهم منكم، هاهما ديال لويز اللي هما 2200 درهم. هاهما جبتهم ليكم ب 2200 درهم، 220 اورو. ويلي ايمن من كان معايا ميعاد بديت كان 10 دراهم اخويا وسيم، والله راك عزيز من اللون انت معقول وضحك ويا خصنا غير ايمن مش. مرحبا اختي ام ريتاج، والله الا ما والله الا نقص لكم الثمن، الله يدير معكم الثمن زوين. هذا الثمن ديالو اللي هو 2200 درهم. لا لا ما نسيتكش، اجي ايكو جبتنا البوندونتيف ديال هذا 2200 درهم. هادو فيهم شوب بارك كتشوفوا، فيهم هذه اللويزه، هذه بوندونتيف زاد، هذه 2200 درهم هي 220 اورو. هذه اللي جا الاول بالصحه والراحه، هادو عندي ثلاثه منهم.
ها هي 2200 درهم هي 220 اورو اللي عجبات يدير السكرين ويتواصل معنا في واتساب ومرحبا. 2200 درهم 220 اورو 44000 ريال اللي بغا يدير السكرين ويتواصل معنا في واتساب. هادو اثمنه جد مناسبه وفي متناول الجميع ان شاء الله. 2200 درهم هي 220 اورو 44000 ريال. ها هي جبتها صاحبي بنادم. 2200 درهم هي 220 اورو 44000 ريال. 2200 درهم هي 220 اورو اللي بغا يدير السكرين ومرحبا. وخلاص هادو اللي عجبني غير بوندونت هذه الثمن ديالها اللي هو مليون 10000 ريال في البروموسيون. مليون و10000 ريال هي 1050 اورو اللي بغا يدير السكرين ويتواصل معنا في واتساب ومرحبا. مليون و50000 ريال مليون و10000 ريال ها هي البوندونتي بوحدها اختي. هذه خلاص غير البوندونتي بوحدها. البوندونتي بوحدها دايره 950 درهم اختي ساره. 950 درهم ياك ساره الاسميه احلام. 950 درهم اللي بغاهم يدير لها السكرين ومرحبا. خلاص هذه الطويله كي كتشوفي 950 درهم. يلا هادو ب 10500 درهم اللي هي مليون و10000 ريال اللي بغاو يدير لها السكرين ويتواصل معنا في واتساب ومرحبا. يلا اللي بغى شي حاجه مرحبا و الف مرحبا به. وصلنا لنهايه ديال اللايف ان شاء الله ومرحبا و الف مرحبا بكم. اي حاجه بغيتوها ما عليكم غير تواصلوا معنا في واتساب 06. واحد السيده قالت لي على الكوغميت ديال الوليدات الصغار هما اختي. كاين هادو ب 800 درهم ديال الاي بي هما هادو ديال 800 درهم 16000 ريال. كاين هذا الموديل هذا ب 16000 ريال اللي هي 80 اورو. هادي غافينيتي اختي شيماء هادي اللي فيها مبروك 500 درهم 10000 ريال. كاين هذا الموديل هذا الثمن ديالها اللي هو 900 800 درهم 16000 ريال. وكاين هادي ديال الكافيه 800 درهم 16000 ريال 80 اورو. جيتي مع لافان دغيا دغيا سالينا الله يحفظكم الله يسهل عليكم. وصلنا لنهايه ديال الحلقه ان شاء الله. اللي بغى شي حاجه يتواصل معايا في واتساب سير رقم الهاتف اللي هو 06. هادي جوج د المليون و 30000 ريال. جوج د المليون و 30000 ريال. غورميت اناناسا غورميت اناناسا اين انت هي الغورميت اناناسا. هي الغورميت اناناسا ب 2500 درهم اختي ورده. 2500 درهم هي 250 اورو 50000 ريال. 50000 ريال هي 250 اورو اللي عجبات يدير السكرين ومرحبا. هي اللي عجباتو مرحبا و الف مرحبا به. 2500 درهم 250 اورو. بالنسبه للناس اللي كيسولونا على النقره انا غنوري لكم في لايف واحد اخر في لاباج اللي هي هادي غندخلوا ليها دابا. هادي غندير لكم لايف دابا هذا باش ما نتخلطش هذا مع هذا غنوريه لكم. هانتوما سمحوا لي بالنسبه للناس اللي كيسولوا على النقره. المهم انا ما عنديش اختصاص ديالي فيها ولكن نوريها لكم الا عجباتكم مرحبا. انا غنوريكم غير هي فينا هي. عندي بزاف عندي دي زارتيكل ديال الدراري وديال البنات غنوريهم لكم. ها لاباج دخلوا ليها دابا تلقاوني داير لايف فيها دابا غنسالي منو تلقاوني فيها داير فيها لايف غنوريكم. انا ما كنديرش النقره انا اغلبيه الاختصاص ديالي هو الذهب ولكن هذه هي لاباج ديالها يعني ما بغيتش انا نخلطو هنا في من نديرو لكم هنايا درتو قبيلات وغنمحيهم. يلا هانتوما هو غيدخل لهنايا. المهم راه عندي باج وحده اخرى دخلوا كاملين لهنايا لهاد لاباج هادي وخلاص ديروا جيم وابوني فيها باش هكا يبقى يطلعو لكم لي نوتيفيكاسيون ديالو. كاين شقر هاد الماء على ويفي ها شربو شربو نشوفو شي غير كاين داك شويه طوني وي ويا 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 فات التليفون. المهم انا نوري لكم يلا تصبحوا على خير. انا نوريكم بعد داكشي ديال النقره انا نوري لكم دابا تصبحوا على خير والله يسر لكم اموركم مرحبا بكم.